وسط تحديات الماضي وآفاق المستقبل، اختتم مجلس حقوق الإنسان أعمال دورته الأربعين التي ناقشت عددا من القضايا، أهمها قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في كثير من الدول. وتطرق المجلس في دورته لقضايا أهمها التمييز العنصري وكيفية مكافحة النزعة القومية المتزايدة والأيديولوجيات المتطرفة المتعصبة والإرهاب. في بداية الدورة كان هناك حضور عالي المستوى، حيث شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل جبير، وألقى بيانا في الدورة حدد فيه نظرة المملكة، وجهة نظر المملكة حيال قضايا حقوق الإنسان. كذلك كان هناك اعتماد لتقرير المملكة في الفريق العام المعني بالاستعراض الدوري الشامل. أيضا كان هناك مشاركة فعالة في صياغة العديد من القرارات، سواء قرار متعلق بميانمار أو القرار متعلق بالإسلاموفوبيا وغيرها من القرارات التي كانت خلال هذه الدورة محط أنظار عام. كذلك أيضا شاركت المملكة في صياغة العديد من البيانات، من بينها بيانات مشتركة انضم إليها العديد من الدول. نذكر على سبيل المثال البيان المشترك الذي ألقي تحت البند التاسع، وانضم إليه 78 دولة، وكان يتحدث عن أثر الخطاب الكراهية ودوره في تغذية الفكر الإرهابي والكراهية. وراجع المجلس أكثر من 120 تقريرا قدمها أكثر من 35 من خبراء وجماعات وآليات حقوق الإنسان. كما اعتمد المجلس عددا من مشاريع القرار حول سوريا وفنزويلا وبعض الدول. كان للمملكة العربية السعودية دور فعال في المشاركة وتبني بعض القرارات الهامة. هناك مشكلة كبيرة في المواقف المزدوجة، وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي التي تصوت غالبا بالإجماع على كل لجان تقصي الحقائق في العالم، لكن عندما يأتي الأمر إلى إسرائيل هناك دفاع مستميت من قبل هذه الدول لتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب، لأن الموضوع مطروح باتجاه إسرائيل، وهذا أعتقد سيضر بالمنظومة الدولية وبالقانون الدولي. وأعتقد أنه من في المستقبل لا يجوز لهم أن يتحدثوا عن محاسبة ومتابعة أي كان طال ما هم يتعاملوا بهذه الطريقة ويقفوا أمام محاسبة إسرائيل أولا. تم إنشاء مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس 2006 بهدف معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها. ولا يضم المجلس أعضاء دائمين، ولا تتمتع أي من أعضائه بحق النقد، ويتم اعتماد قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء. بين تحديات الماضي وآفاق المستقبل، اختتم مجلس حقوق الإنسان دورته الأربعين التي ناقش فيها عددا من قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.